عليه شويه السمنه مال البلاد من فوق وتعصر عليه الليمون مره كيف. المالح القباب والكنعد يسوي اربع انواع. النوع الاولي يفوح بالماء ويعمل بس بالماء وعيش ابيض يفوح يحطه برياني، يقص البصل ويقص الطماط والثوم. نوع المكبوس بعد زي هذا بس تصب عليه الماء وتحط عليه العيش من فوق. النوع الرابع المردوده، احنا نسميه انتم يمكن تسموه صالونه، لا احنا زمان اول نسميه مردوده.